اوريفليم منزله لنا مجموعه جديده رائعه، مجموعه اوبتيمالز ايفن اوت. تعالوا نعرف المجموعه دي مناسبه لمين. المجموعه دي مناسبه لجميع الاعمار ولجميع انواع البشره. طب مين خصوصا اقدر اديله المجموعه دي؟ اي شخص عنده بقع في بشرته، اي شخص بيعاني من ان بشرته مش متوحده، اي شخص عنده بقع نتيجه حبايه قديمه، نتيجه كلف، نتيجه اثر الشمس، كل دول ممكن اديهم الايفن اوت. مش بس كده، كمان لو انت عايزه اشراقه لبشرتك، لو انت عروسه جديده، لو استخدمتي الايفن اوت 3 شهور قبل الفرح بتاعك هتحسي بفرق رائع في بشرتك. المجموعه مكونه من ايه؟ المجموعه مكونه من فيتامينز، المجموعه مكونه من اويلز مختلفه، زيوت مختلفه. طيب ايه هي الفيتامينز اللي موجوده هنا؟ ايه الحاجه المفيده عندنا هنا؟ عندنا اول حاجه فيتامين ايه، فيتامين هي. فيتامين هي بيحمي البشره وبيغذي البشره. فيتامين هي بيحميكي من التراب، من التلوث، من الشمس، من اي حاجه بتاذي بشرتك، وبيعمل طبقه عازله للبشره. كمان مكونه من فيتامين سي، فيتامين جيم. فيتامين جيم هنا بيجدد خلايا البشره، ولما بيجدد خلايا البشره ده بيدي اكتر اشراقه للبشره وبيفتح البقع الغامقه اللي موجوده في البشره. واخر حاجه مكونه منها المجموعه اللي هي ثالث حاجه، مكونه من احماض الفاكهه اللي هو العنب الاخضر. والعنب الاخضر هنا هيديكي اشراقه ونضاره حلوه قوي لبشرتك. المجموعه فيها 6 منتجات، هو دول اللي انا بحتاج استخدمهم مره الصبح ومره بالليل. تعالوا نتعرف على كل منتج من المنتجات اللي هنستخدمها. اول خطوه عندي هي خطوه المنظف. المنظف هنا رغوه، الرغوه لازم ارغي على بشرتي، ببل بشرتي، برغي على بشرتي، وبعد كده بشطف بشرتي. مهم جدا ان انا اشطف البشره. تعالوا نشوف الخطوه ازاي. بعد خطوة المنظف وشطف البشرة بتيجي خطوة التونر. التونر هنا حلو جدا، ليه؟ لأنه أول حاجة قابض المسام، بيجاري الدورة الدموية، بيشيل أي بقايا للمنظف، وكمان هنا هو منقي للبشرة. التونر هنا بستخدمه على قطنة. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة كريم العين. كريم العين هنا حلو جدا، وفي ميزة يمكن مش موجودة في أي حاجة تانية. كريم العين هنا معمول من الكافيين. ليه؟ علشان الكافيين هيساعد على إنه يجري الدورة الدموية أحسن، وفي نفس الوقت هيفتح الهالات. يعني أنت لو بتعاني من هالات تحت العين، كريم العين ده هيخلصك منها. لما بيجي نستخدم كريم العين بنستخدمه على منطقة عظمة العين بطبطبة. تعالوا نشوف ازاي. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة السيرم. السيرم تركيبة خفيفة، امتصاصها سريع، في كل المواد الفعالة اللي احنا محتاجينها من فيتامين سي وفيتامين اي هنا بكثرة جدا. السيرم مهم جدا، السيرم ما ينفعش تحطوه لوحده، لازم السيرم يجي بعديه، يا كريم النهار يا كريم الليل. تعالوا نشوف ازاي بستخدم السيرم. بعد السيرم بتيجي خطوة لوشن النهار او كريم الليل. يبقى انا بعمل الخطوات دي كلها، بعدها بيجي لوشن النهار او بعدها بيجي كريم الليل. لوشن النهار هنا في ميزه حلوه جدا، ان هو بعامل حمايه 35، فانت مش بس بتفتحي لون بشرتك، انت كمان بتحميها من اشعه الشمس الضاره. تعالوا نشوف بنستخدمه ازاي. وبكده نبقى خلصنا شرح مجموعة Optimals Even Out الجديدة. بس علشان تاخدوا الفايدة كاملة لازم تستخدموا المجموعة كلها على بعضها. المجموعة كلها على بعضها هتديكوا الفايدة 7 مرات أكتر. 3 شهور وهتشوفوا نتيجة رائعة، هتلاقوا بقع أقل، وهتلاقوا إشراقة ونضارة للبشرة. جربوها هتنبسطوا منها قوي.